أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل. الآن لنا إطلالة على الحوار الذي أجراه الزميل حمزة بالعايب، حيث شهدت الأيام الأخيرة من زيارة الخلافة العامة للطريقة التيجانية في العالم لجمهورية السنغال وفود السيد إبراهيم باوتشي رئيس المجلس الأعلى للطريقة التيجانية في نيجيريا من أجل مرافقة الخليفة العام والتأكيد على التلاحم والترابط الذي يجمعهم بمهد الخلافة العام عين ماضي. الزميل حمزة بالعايب أجرى هذا الحوار مع سيد باوتشي، نتابعه ثم نعود. مشاهدينا أرحب بكم وأحييكم. إذا تتواصل تغطيتنا للحدث المتميز لزيارة وفد الخلافة العامة للطريقة التيجانية. من أجمل ما وجدناه في هذه الزيارة زيارة الشريف علي بن العرابي الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم والتي مهدها عين ماضي إلى جمهورية السنغال، الشيخ إبراهيم باوتشي رئيس مؤسسة طاهر باوتشي وأبناء بدولة نيجيريا، الذي أكد لنا مرة أخرى بأنه يشد على عضد الخليفة العام للطريقة التيجانية، وهذا الذي أراد أن يبوح به للمشاهد الجزائري وكل مشاهدي ومحبي ومريدي الطريقة التيجانية في جميع أنحاء العالم. تفضل سيدي إبراهيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم أيها الإخوان المشاهدين. الحمد لله. لما سمعنا بخبر مجيء الخليفة إلى السنغال، المفروض آتي من أول مجيء نكون أن نستقبله، وأنا آتي هنا أستقبله للسنغال، لأن السنغال ونيجيريا شيء واحد. ولكن الحمد لله رزقني الله بالحج، ما كنت في الحج، لكن لما رجعت الحمد لله أتيت هنا لكي نأتي نشكر الخليفة كما قلت، نشد الدخول بأعماله بهذه الجولة التي قم بها لاتحاد التجانين أن يكون في القلم الواحد وإرشاده. والحمد لله، وكمان نشكره لأنه بعد زيارته بنيجيريا الأشياء كثير، خيرات كثير وقع وراءه، وخصوصا على أمر أنبوب الغاز. لما زرنا الرئيس كلم الرئيس على الغاز بين نيجيريا والجزائر، والحمد لله بدأ حتى الوزير النفط زارنا، شكرنا على هذا لأنه خير كبير. وبعد ذلك أرسل لنا منها الدراسية، لأن جري أكثر من 200 منها الدراسية لجميع العلوم، لذلك أتينا نشكره هنا قبل أن نأتي إلى الجزائر، وجزاه الله الخير. نرجو من الله أن يطول عمره وأن يقوي بهذه الأعمال، ونشكر حكومة الجزائر الذي كانت وراءه تساعد على هذه المبادرة. وفي الكواليس ما أعجبني أنك قلت لي بأن كل مؤسسات التيجانية تشد على عضد الخليفة العام للطريقة التيجانية الشريف علي بن العرابي في عين ماضي، وترغب في زيارتها وفي تبادل سياحة الروحية إلى عين ماضي وإلى أبي سبغون وغيرها، هذا ما يرغب الجمهور في سماعه. هكذا هكذا، والله هذا كله زي ما قلت من أول، هذه زيارة المبادرة التي قام بها الشريف، يعني يتحد التجانين وهذه الزيارات، خصوصا تكون الزيارة إلى الجزائر السياحية بهذه المكان في عين ماضي، مولد الشيخ أيمن الصبغون، خلوة الشيخ كله، والناس الحمد لله الآن بهذه يشكر الخليفة بهذه المبادرة وجزاه الله خير، ونرجو من الله أن يطول عمره أن يقوي بهذه المبادرة. السيد إبراهيم باوتشي رئيس مؤسسة الطاهر باوتشي نيجيريا، نشكرك شكرا جزيلا على هذا البوح لهذه النافذة الإخبارية بالجزائر وإلى كل أحباب التيجانية في جميع أصقاع العالم. هذا ربما ملخص من ملخصات أو مخرج من مخرجات هذه الزيارة، زيارة الخلافة العامة للطريقة التيجانية إلى السنغال، وهناك مخرجات أخرى سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي، إلى أن نلقاكم في فسحة أخرى من التغطية، تغطية هذه الزيارة. أعيد إليكم الخطوة.
مشاهدينا الأفاضل، شكرا للزميل حمزة بالعيب على هذا الحوار. الآن ننتقل مباشرة إلى الاستوديو رقم 1 في تغطية خاصة لحفل تكريم الطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. إلى هناك.